بالنسبة لتونس بتبيعتها دينارها طايح والدولة طاحت ومشيت تتكب ساعدها على الاخر الدولة. الخبز يشد عليه الصف من الخمسة متاع الصباح، الفارينة ما ثماش، السميد ما ثماش، الزيت ما ثماش، الطماطم ما ثماش، الجازوز ما ثماش. ايش قعد السكر اللي قالوا ما ثماش يخدموا بيه في الشراب برا، امشي المعمل الشراب تلقاه معبي بالسكر يخدموا بيه في الشراء. تيار الزوالي تي هو المتوظف، ما عاد خلت على شيء. خلي الزوالي، وينك رئيس الدولة؟ وينك رئيس الحكومة؟ وينك الوزراء اللي تاخذوا في 30 مليون شاري و12 مليون؟ حسوا بالعباد شوية، حسوا بالشعب شوية. انت علاش منتخبينك نحن؟ علاش عاطينك يدينا وصواتنا؟ تيار نتمنى بالصباع هذايا اللي انتخبتهم بيه كلهم من اللي مشابن عليه لتو اللي انتخبتهم كل نتمنى بيه يتقص الصباع هذايا. صدقني نتمنى بيه، راني قصيتو خير. مديرين في الوزارات ما عادش خلت، مديرين اللي مش يطرفك، مش ما نقولش كلمة أخرى عيب، مش يطرفك مش خلط. مدير يبدأ عايش بالحلال بشا يخاف ربي، مش خلط. خلط كان اللي ما يخافش ربي في الدولة دي. رأيك في الفريب اليوم، اسكو العبيد مازلت مقبلة على الفريب؟ مازلت تاخو من الفريب؟ والله تو بالنسبة اللي يقبلوا تو على الفريب، اللي يقبلوا على الفريب ناس من الزز، معناتها باش يستر روحه وكاو. بالنسبة للسلعة ما عاد ثم شركات، هذوما اللي تشوفهم النصابة واحد رام حوايج توانسة، حوايج توانسة اللي يعطيو فيهم ويصدقوا فيهم. يجي فما أربع شركات ولا تربط وحدها، فهمت؟ يلموا، ما عادش يجي من برا من الفريق، ما عادش يجي من برا الفريق. خذته مصر وخذته الجزائر، برشا برشا دول دخلت في موضوع الفريق. علاش دخلت برشا؟ كنا نحن قبل نصدروا نحن ليبيا ونصدروا لمصر ونصدروا كذا، ومتعاقدين مع الطلين ومتعاقدين مع أمريكا ومع الفرنسيس. كانت تجي ايش ولاو يعملوهم، فهمتني؟ بالنسبة لتونس بتبيعتها دينارها طايح والدولة طاحت ومشيت تتكب تساعدها على الاخر الدولة، تكب تساعدها على الاخر. اللي يجي يحكي على كان على الفساد يجي يقوى الفساد، اللي يجي يحكي على الفساد الفساد يزيد يقوى. ما فهمناش الديفو منين بالضبط. ما عاد ثم فريب في تونس، ما عاد ثم. هاك تشوفها، هاك تشوفها انت تو تشوف 10 نصب، شوف شو يقف عليهم كليون. اللي يجي يشوف يهزك القطعة يخليها التونسي طيبها 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 ويسيبها يطيش. شنو الحاجة اللي الصعوبات اللي تلقاوهم في كي باش يجيبوا السلع؟ صعوبات الشركات ولا تلقى في صعوبات؟ نحن بالنسبة لي نحن نصاب، تو تجي تاخذ بالها ذيك مطيشة زبلة تاخوها ب 300,000، ما تبيعش منها ب 3,000، تخرج منها قطعة اثنين تصلح، الباقي الكل ما يصلحش. تشريها ب 300,000 ما تبيعش منها ب 60,000. أنا واحد من الناس عندي سوق في نادي المسلمين كامل، ماخذينه من عند الدولة، ماخذينه 99 نصاب. قعدت كالعبد ولله هوكا مازال واحد آخر طبعا، مشيت أنا قعد هو وحده هوكا في سوق كامل فيه 99 بلاصة، 99 بلاصة قعد واحد بركة، واحد بركة قعد وقاعد مسكين من الزود. سوق معبي، حتى اللي عنده حوايج من الزملاء نتاعو النصابة قال عمله هوكا، سوق معبي بالحوايج ومستغلوا واحد بركة، مش مستغلوا هو قاعد ما عندوش حتى مورد رزق آخر. قعد غادي او كواحل هو ايه كي نحيو الفريب على المواطن التونسي، حسب رايك ينجم التونسي يعيش من غير فريب؟ هو تو بالفريب وعريان التونسي مسكين، مش كيفاش عريان؟ عريان، شوف الخبز يشد عليه الصف من الخمسة متاع الصباح، الفارينة ما ثماش، السميد ما ثماش، الزيت ما ثماش، الطماطم ما ثماش، الجازوز ما ثماش. ايش قعد السكر اللي قالوا ما ثماش يخدموا بيه في الشراب برا، امشي المعمل الشراب تلقاه معبي بالسكر يخدموا بيه في الشراب. السكر قال لك عنب يا حسن، قبل وقت اللي كانت العنب تو الكيلو عنب ب 20,000. البارح دخلت باش ناخذ عندي المراه تتوحم شيء هيك عيبتين كرموس، قلت له بقداش كيلو؟ قال لي ب 23,000. قلت له جرام ذهب ب 23,000 كرموس يا رسول الله؟ رانا في تونس، رانا في تونس العام كي زاد المزالي 20 برنك بالخبزه تونس، تونس مشيت. توا الخبزه قريب تخلط ب 3,000، عمل له حساب انت توا الباقات فيها 20 جرام 250 برنك. الصباح جاب واحد برويته يبيع في الخبز غادي، والعباد بالحظ عليه بالبرويته يبيع في الخبز، يبيع في الخبز غادي. هاو شكون يبيع في الخبز هاك؟ هاو نجيب لك ناش كامل شهد بالبرويته يبيع في الخبز غادي ب 300 فرنك الباقات. 300 فرنك زاد 110 فرنك، والعباد تشري من الزز خاطر الكوش معبي. وظف مش يهبط، يشد الصف في كوش، يشد الصف في كوش. قداش ياكل فيه الصف؟ اقل شيء ساعتين من زمان، انت راه عارفه باش يرضى له باش يخرج ساعتين من زمان باش يشري الخبز
ما يشريها من الزيت يشريها ب 300. انا واحد من الناس نشريها، تقعد تاكل فيها الشمس نشريها 100 فرنك زايده على غالب كل شيء زايد، كل شيء مرشن ورطه واستنستنا. يعني تو الزوالي ما دخلت على شيء؟ انت انا زوالتي هو المتوظف ما دخلت على شيء، خلي الزوالي انت الزوالي ياك تشوف لافينيو كله مع عبيت مات في الشارع باب حر شارع الحبيب ورقيبه بتعمل دوره بعد 9 نتاع الليل تشوف ما عادش باب حر العبيت تحوش فيه، ولات العبيت مات فيه مقابل سبارت فرنسا مقابل البارماريوم على العتبه نتاع البارماريوم لعبت بيت غادي مقابل في الكنيسيه لعبت بيت غادي قدام الكنيسيه مقابل وزاره الاعلام لعبت بيت غادي قدام وزاره الاعلام. يقول لك نجي للافينيو الاخر بيت في الشارع حاميه الامن الاخر قدام عينين الامن كان يودي. انت تصور انت بالحبيب بيب ثامر زيد شويه دور الدوره نتاع الناس المقاولين تو تبركوا كي نحيوا لك ذهب كذا اللي بتط... في النهار والقائله مش في الليل. معناتها وضع ماشي له وربي يحسن العاقبه وكا هو بنيتي. عايشك عايشك ان شاء الله ربي جلال. امين امين عايشك. امين ديما واحد يتفائل قدر ربي يخليك التفائل. اما الدوله ذي عندها العباد الحق تحرق. البارع عائله كامله هيك مشدوده من الزهروني. عائله شبيهه؟ عائله ام وبناتها وكلهم صغيرات. عائله كامله مشات تحرق. هاكم تشدوا هاكم هاكم في مركز الزهروني مش مركز بعيد واتصل بمركز الامن نتاع الزهروني عايم. معناتها كي تسمع وضع هكا وينك رئيس الدوله وينك رئيس الحكومه وينك الوزراء اللي تاخذوا ب 30 مليون شاري ب 12 مليون. حسوا بالعباد شويه حسوا بالشعب شويه حسوا علاش منتخبينك نحن علاش عاطينك ايدينا وصواتنا انا نتمنى بالصباع هذايا اللي انتخبتهم به كلهم من اللي مشى بن علي لتو اللي انتخبتهم كنت نتمنى به يتقص الصباع هذايا صدقني نتمنى بيه راني قصيتو خير عليه. حرام والحلال حرام والحلال هكا عباد مديرين في الوزارات ما عادش غلط مديرين اللي مش يطرفك باش ما نقولش كلمه اخرى عيب مش يطرفك مش غلط مدير يبدا عايش بالحلال باش يخاف ربي مش غلط غلط كان اللي ما يخافش ربي في الدوله ذي وبالحق خالت كان اللي بالحرام اللي ما يخافش ربي في الدوله ذي اللي يعمل في الحرام اللي يعمل في الحرام هو اللي خالت اللي يخاف ربي راهو مش خالت راهو مسكين متعذب. يعطيك الصح عايش بنتي. بالنسبه لتونس بطبيعتها دينارها طايح والدوله طاحت ومشيت تتكب ساعدها على الاخر الدوله. الخبز يشد عليه الصف من الخمسه نتاع الصباح، الفارينه ما ثماش، السميد ما ثماش، الزيت ما ثماش، الطماطم ما ثماش، الجازوز ما ثماش، ايش قعد؟ السكر اللي قالوا ما ثماش يخدموا به في الشراء. برا امشي لمعمل الشراب تلقاه معبي بالسكر يخدموا به في الشراء. انا زوالتي هو المتوظف ما عاد دخلت على شيء خلي الزوالي. وينك رئيس الدوله وينك رئيس الحكومه وينك الوزراء اللي تاخذوا ب 30 مليون شاري ب 12 مليون. حسوا بالعباد شويه حسوا بالشعب شويه انت علاش منتخبينك نحن علاش عاطينك ايدينا وصواتنا انا نتمنى بالصباع هذايا اللي انتخبتهم به كلهم من اللي مشى بن علي لتو اللي انتخبتهم كنت نتمنى به يتقص الصباع هذايا صدقني نتمنى به راني قصيتو خير. مديرين في الوزارات ما عادش غلط مديرين اللي مش يطرفك باش ما نقولش كلمه اخرى عيب مش يطرفك مش غلط مدير يبدا عايش بالحلال باش يخاف ربي مش غلط غلط كان اللي ما يخافش ربي في الدوله ذي.